صحيح بيبي، قبل ما انسى بدي تجيب لي زيتون ولبنه وجبنه وزعتر. ايه ما تضل عنا. مو تكرم عيونك، لازمنا شي غيره؟ لا انا كل شي، ما بظن في شي. يعني كمان اليوم مو ناوي تطبخي؟ كم بلا بس ما عم بعرف شو بدي اطبخ. انت في شي ببالك؟ جا عبالي محشي يبرق. تخيل. بدك شي روحي؟ انتي سلامتك. باي باي. نسوي وصلت. بيبي بيبي بيبي، شو لا تنسى جبني معك مندوس. مندوس؟ بس ما بتحبي المندوس انت؟ بس يعني انت مشتهيته انا. نفسك عم تلعبي؟ لا. في دوخه؟ لا. ما مش الحال يعني، على عيني روحي. احلى مليون كيلو مندوس. تسلم حياتك. صباح النور، كيفك؟ مشتقت لك كثير، مع انه الباب على الباب وما منشوف بعض. حقك علي تقبشيني، بس الوحدة فينا ملهية بين الشغل برا والشغل بالبيت، شو بدي أعمل؟ حبيبتي، كأني سمعتك عم بتقولي لقصي بدك مكدوس؟ إيه والله، مع إني أنا ما بحبه، بس ما بعرف ليش هيك مشتهيته كثير. وليش ما قلتي لي؟ أنا الأسبوع الماضي عاملتهن تازة، كنت عطيتك قطرميس، وأنت ليش ما ساويتي؟ ما بعرف كيف ساوي. تعالي علميني، شو رأيك؟ طيب حبيبتي، أنا رح طفي تحت الغاز وإجي لعندك وعلمك، ماشي؟ تمام، بس لا تطولي. إيه؟ لا لا، ما رح طول، طفي الغاز وبيجي. خالتي أم ليلى، أنا شو لازم أجيب غراب؟ أنت قديش بدك تساوي؟ ما بعرف، بس يعني إذا جبت 15 كيلو بس إلي ولقوسي بكفونا؟ 15 كيلو، سجلي. يا ستي بتجيبي 2 كيلو جوز و3 كيلو فليفلة، والحدودية على حسب ما بتحبيها، بتحبيها حتى بتحبيها حلوة على كيفك، وشوية ثوم وزيت. طيب وشلون بدي أعملها؟ اها، اول شي بتسلقي الباذنجان لبعد ما يغلي بشي ربع ساعة هيك، بتحطيهم بمي فاترة، وبعدين بتشقي الباذنجان من النص وبتحطي له ملح، وبعدين بتكبسيها هيك منيح لحتى تنشف ميتها، وبعدين بتكوني بهذا الوقت فرمتي الفليفلة والجوز وكمان ملحتيهم هيك، وبتحشي الباذنجانات وبتصفيهم هيك منيح بالقطرميزات وبتغمريهم بالزيت. طيب زيت زيتون ولا زيت قلي؟ ما بتفرق حبيبتي، يلي عندك، وفيك تحطي من الاثنين كمان. وعبدو شو في؟ يعني بصراحة استوز، يعني يعني بصراحة ما بعرف بدي لك والله استوز. قول شو بدك؟ هو استوز. قول ابو عبدو خلصنا. والله خجلان يا استوز. لا تخجل اخي قول. استوز يعني بسلامة فهمك، هلا موسم الباذنجان، يعني موسم المكدوس، واختك ام عبدو راسها والف سيف اللي بدها تساوي يعني المكدوس بالبيت، فقال انه اوفر من السوق. قلنا لا تكرمي، مديني انا على جيبي كالعادة، فقلت لحالي يعني أنا بلملم حساباتي هيك يعني بالشركة، صحيح نص الشهر بس ما في مشكلة، يعني نحن بنمون على بعض، الله يخلينا ياكو. يعني قديش علي أنا؟ 1200 ليرة أستاذ. 1200 ليرة علي أنا؟ ورحمة أمي يا أستاذ. ليك ابو عبدو، بدال 1200 2000. الله يخلينا اياك يا استاذ، بس هيك كثير والله، وكيلك كثير ها، يعني هيك والله، يعني كرمك فاض علينا كثير يا استاذ. بتستاهل ابو عبدو، بتستاهل حبيبي. استاذ في مجال بس تحكي لنا مع الاستاذ احمد، يعني هيك يعطينا شيء سلفه مشان المكدوس، يعني الله يوفقك. ايه مو تكرم عينك انت والمكدوسه؟ لانه بتعرف استاذ، في الحقيقه يا استاذ الانسان يعني بموسم المكدوس بيتحول لشحاب نظامي. ابو عبدو؟ نعم استاذ. هات المصاري. لا استاذ في الحقيقة استاذ، هات المصاري. عملنا بعتذر استاذ. سلام، يلا سلام.